الإعلان اللي هو موجود، يعني موجود الإعلان تابع للولايات، الولايات والحكومات وربما وزارة السكن تاع المقاولين الأخير، وبالتالي مهما تدير يبقى مادة إعلانية غير كافية، غير كافية. ومن المستحيل أنك توزعها يعني بالتساوي على كل الصحف، من المستحيل، ولا والله جنتم والله ما تقدروا توزعوها، يعني ليس دفاعا على لا ناف والله، ولكن في نفس الوقت أنا نقول باللي فيه خلل. قدرش نقول ما فيش خلل، يعني أنه جريدة مثلا عندها 2000 تدير 2-3 باج، وحدة مثلا تسحب 10,000 تدير ربع صفحة، إذن فيه إشكال. إذن التساؤلات تاعكم على أي أساس يتم توزيع المادة الإعلانية هي تساؤلات مشروعة. وإن شاء الله في المستقبل راح نجتهدوا بإذن الله في وضع أسس أو ضوابط لتوزيع المادة الإعلانية.